مي ماتش دو فيفا صاحبي انتوما لوجيكمون يكون مش عارف يكون حيادي اليوم ما شفت صاحبي صار علي فريمون عرفت باللي امبوسيبل امبوسيبل مون بريمير ميتون كنا قادرين الماركيو جاتنا اوكازيون وهما جاتهم اوكازيون وما كان بليز او موان دون دوزيام ميتون اسمح لي خويا ديزاغريسيون بار ديري خرج جون جوار وزيد دي كونتيستاسيون ما يصفرهمش انا مش عارف انا كومون جو بصنادق نادر جو بلان تكنيك سي في كون تشوف ان اربيتراج باريس الجوار يتقلق ويخرج من الماتش واللي يهضر اكثر من اللي يلعب سي سكي سي باسي كل شيء خويا ربحهم اليوم ربح سياسيين صح اليوم هو ربحهم جي تي اي بي سي ضربوا دخل لعب درع اللي فوت صفرهم كيما حبوا انا ما صفرليش انا ما كان باينه باللي نخسر اليوم باينه باللي نخسر كان لعبت بالسيبورتير ما نخسروش كان الماتش يكون خير الاربيتراج يكون خير الماتش تيليفيزي وانتم ما تحكموش مش انا هذا ما كانت هذيك الحق انا الخساره ماشي مشكل انا الاوبجيكتيف تاعي ماشي انا كنت الجيني سي فري مي من حقنا نكاليفيو علاش لا علاش ما خلاش لا بريس تدخل حتى التلفزيون ما خلاها تدخل اه يخليها يهضر اداء تاع الفريق تاعك سي نورمال كنت تراجع البيتري تراجع تراجع باسكو نو اسمح لي كي تشوف البيتري صفر كيما هكاك ما تراجع نديرك انت في السطح ولا راك لا ما يصفرلكش كوفران يصفر يخلي لافونتاج يصفر لهم كوفران زاد باشر يتقلق صاحبي خلاص دوزو ميتون خرجوا كومبليتمون الماتش لازم نقول اذا انت خرجوا كومبليتمون الماتش تتهم التحكيم انا عمري ما درت على التحكيم اللي نقولها لك صراحه انا من الناس ما نهربش مسؤوليتي خساره جاشيم من التحكيم جاشيم با غاضتني اليوم غاضتني حوكا راه باكا هذا مش تاع سياسي هذا تاع التحكيم برك هذا ما كان وكان لعبنا ما كانش وي كلوز الاربيتراج يكون خير ماتش تيليفزي الاربيتراج ما يكونش كيما هكا لا ما كان الشيخ واش قلت على الجوج دو توش نقدر نعرفوش انا قلت على البريزيدون هضرت على البريزيدون هو يقول لي انا ما قلتش عليك ما جو مال انا الجوج دو توش هضر هذيك الكلمه اون بلان ماتش على من كان انت راك كونسونتري في الماتش ولا تهضر كلام واحد اخر هذا اللي غادني انا عيب اصاحبي بارك الله فيك التوفيق